يقول تظهر لي مقاطع في اليوتيوب عنوانها هذا المقطع رسالة من الله لك. لا يصلح هذا، تقول رسالة من الله لك، وإنما تقول الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بكذا عباده بكذا. الإنسان يعني لما يسمعها رسالة من الله لك يعني كأنه له من دون الناس أو كذا، بعضهم يأخذها إن يعني وحي يوحى إليه أو ما شابه ذلك، لا ينبغي استخدام هذه العبارة والله أعلم.